اوه في شي صار يا جماعة، $50 عم يطلبوا مني هد شوي. واخيرا رجعنا لسلسلة السلسة وبناء فريق، ولكن اليوم نحن بالتشامبيونشيب. راح افهمكم القصة، طولوا بالكم شوي. بعد ما صورت موسم كامل مباريات وتعاقدات وتطوير لاعبين، فبعد ما انتهى الفيديو بتفاجئ انه ما في اي شيء انا مصوره، يعني هذا الشيء صار اوف لاين. ولكن بما انه حماسكم انتم للبريمير ليج اكثر شيء، فنحن حاليا بالتشامبيونشيب. راح اتنازل عن التعب اللي تعبته وراح اكمل لكم من حيث انتهيت، وراح افرجيكم التعاقدات اللي تعاقدتها وشو اللي صار. طبعا التعب اللي تعبته يا جماعه ما حدا بيتخيله بهاي السلسله، وكله راح على الفاضي. فبتمنى منكم تقدروا التعب وتشتركوا بالقناه، وبنفس الوقت خلينا نحاول نوصل هاي الحلقه 25,000 لايك لحتى يرجع التفاعل لهاي السلسله ونرجع نبلش فيها بقوه. قبل ما ندخل على الفيديو، هذا الفيديو برعايه موقع شير كلاب جيرسي. تخيل، تعال اعطيك اياهم. الاخير انا بعشق البرازيل مثل ما بتعرفوا، هذا لباس البرازيل 2002 وحطوا لي عليه رقم 80 وكتبوا لي عليه اسماعيلين. تخيل بهذا الكاس العالم كنا لسه ما ضايفين الخامسه، انتصرنا فيه وضفنا الخامسه. فنعم بعد ما نضيف الخامسه بيجي كاس العالم 2022، وصل لي ايضا من نفس الموقع. شوف 2022 كاس العالم موجوده عندهم، روما اللي لابسها ايضا من عندهم، كواليتي خرافيه. الموقع فيه توصيل لجميع انحاء العالم، وفي فيزا وفي باي بال اللي بدك اياه. حلو بالموضوع، التوصيل مجاني. تخيل بيوصلك التوصيل لباب بيتك بس مجاني. ويا عيني يا عيني اذا ضفت كود الخصم اسماعيلين وبينزلوا لك $8، بيعطوك عروض. ممكن تاخذ تيشيرت، تاخذ معه جوارب وطقم كامل. اذا اشتريت فوق 3 تيشيرتات ممكن تحصل على وحده رابعه مجاني. الموقع فيه كل تيشيرتات الريترو اللي بتخطر على بالك، هاي ارسنال التيشيرت اللي كنت بعشقه لما كنت صغير، كمان فينك تحصل عليه وتحصل على كل الانديه باي سنه بدك اياها. الايميل ورقم التواصل موجودين بالوصف، وابدا ابدا لا تتردد بانك تشتري من عندهم، لانه فعلا انا جربتهم وشيء خرافي جدا. هارس رونالدينيو وصل لطاقات 86 بهذا العمر، عمره 18 سنه. متخيلين انتم شو اللي صار؟ شيء خيالي جدا. اشتقنا لهارس، كل العالم عم يقولوا لي كانوا اشتقنا لرونالدينيو ارجع نزل، ولكن مثل ما قلت لكم كنت عم واجه مشاكل، حاولت حل المشكله وما مشي الحال. اشترينا موكوكو بدلا من تيل، فموكوكو تطوره رهيب، من اكثر اللاعبين بيتطوروا بفيفا، خرافي جدا. 19 سنه فصار هارس موكوكو بالمقدمه. روميرو تطور رهيب ووصل لطاقات 78 وصار اداؤه على ارض الميدان فعال اكثر. بابلو توري اما انه جليتش او انه رح يرجع للتطور، حاليا واقف على التطور، ما بعرف ليش، صار له اكثر من شهرين، ولكن ان شاء الله رح نحاول نحل الموضوع. 21 سنه 78 ري. هون عندكم لاعب رح تعشقوه يا جماعه، ميريتي. تعاقدت معه ولعبت التصوير اللي صورته اللي راح ما بقدر اشرح لكم اياه، ولكن اليوم لما نلعب بالتشامبيونشيب رح تشوفوا النسخه العالميه من هذا الميريتي بوسط الميدان. لونا وما ادراك ما لونا، سي دي ام خيالي، طلع لي من عملاء احرار، محظوظ جدا كنت فيه. ان شاء الله يكمل بالتطور. تخيل عمره 19 سنه وحاليا 76 ري. اكونا وقف عن التطور، ما عاد يتطور يا جماعه، حده الاقصى هون 75 ريت. ان شاء الله يقدر يتطور شوي، حاليا ممكن بالتشامبيونز شيب يمشينا، بس يعني اكيد لازم تعاقد مع مدافعين غيره. اوتيرو طلع لي بعملاء احرار ايضا، 17 سنه 76 ريت. تخيل هذا اللاعب قديش ممكن يتطور، ان شاء الله يتطور معنا بشكل خرافي. وبالنسبه لليسار، لاول مره بنجيب لاعب غير بالدي وغير اللاعبين المعروفين، وبيكون خيالي جدا، لاعب حقيقي وبنفس الوقت طاقات خرافيه جدا جدا. اكثر لاعب دفعت عليه هو هذا الايطالي اودوغي، اسمه الاول اسهل من اسمه الثاني، هلا راح تشوفوا اسمه اللي سميته اياه. طبعا شيء خيالي جدا على اليسار، ديفيز احسن من ديفيز حتى راح يصير ان شاء الله بالوقت. ولا تنسى انه 21 سنه 80 ريت. وعلى اليمين طلع لي نافارو داني الفيس يا جماعه، هاكر كمان عملاء احرار، تعبت عليه كثير لحتى جبته، 92 تسارع 91 سرعه ورشاقه 82 وطاقات حدث ولا حرج، دفاعي وهجومي بنفس الوقت. لسه عمره لهذا اللاعب 18 سنه و78 ري. الحارس لحد الان مش معنا، ما قدرنا نغيره، رح نشوف مع الوقت ربما، وحارس البديل هو حارس اتلتيكو مدريد. بالاحتياط طلع لي لاعب كمان من عملاء احرار، سانتيانا 19 سنه خرافي جدا، 77 ري، بينفع بديل لبابلو توري، حتى ممكن ببعض المباريات ننزله اساسي وممكن مع الوقت يتطور بشكل خرافي. هو اسباني طبعا. تعاقدت ايضا مع سكارليت، كان سعره لما جبته قليل ولحد الان ريته يعني مانو مثل موكوكو، بس بضل بديل، ممكن نوديه اعاره او نخليه هو البديل الوحيد حاليا. امبامبا من اللاعبين اللي بيتطوروا بالدفاع، فرح نحاول نخليه يشارك لحتى يزيد بالطاقات لحتى يوصل لاوتيرو، ونطلع اكونا بالتشكيله لانه مثل ما قلت لكم ما راح يتطور. ميلوت
موجود، سافيتش موجود، تعاقدت مع لافيا كسي دي ام كمان، قالوا انه بيتطور، ممكن نزتوا اعارة لمدة موسم ونشوف تطور، وموريرا ما زال موجود. لاعبين كتير جبتهم عملاء احرار ممكن استفاد منهم بمبادلة او شيء، فالتشكيلة جاهزة. بعرف انه في كتير تغييرات عليكم ولكن شيء خيال، ان شاء الله منتظركم بالشامبيونشيب بهاي التشكيلة. أنتوي إعارة بعدته لمدة موسم لأنه لحد الآن متأمل أنه يتطور بشكل خرافي، ومنستفاد إذا زاد سعره لأنه حد الآن 5 مليون. فيرغسون كمان بعته للإعارة، ما تخليت عنه، ممكن استفاد بعدين بسعره. ولكن الشيء الصادم أنه موكوكو من هلأ قيمته 51 مليون، بيجيب لنا سعر أكبر طبعا، أكيد مو للبيع. سكارلت 7 مليون بعد ما طورناه. هوفمان هذا لاعب ولا احرار، مستفاد منه حتى بالمبادله 8.5 بس دفعت له راتب فقط. روميرو صار 15 مليون وهارس 100 مليون، يا ساده انه الملك الكبير. موريرا صار 15 مليون بس اللي بدي يصدمكم انه سانتانا من عملاء احرار افضل من توري اللي نفسه اللي طورناه وتعبنا عليه حاليا بقيمه 23 مليون، وطبعا هذا اللاعب 19 سنة أصغر من توري بسنتين، يعني ممكن نستفاد منه بشكل خرافي جدا ونصير نعتمد عليه صراحة. شوف التطور، كلياتكم تعرفوا قديش بعشق بابلو توري وقديش بدي أكون بتشكيلة، ولكن صراحة هذا الكلام بعد تقريبا 70 أسبوع، نحن لسه لحد لا أشوف الشخط الصفرة، ما في تطور لتوري، عم يقول لك هون 17 أسبوع، ولكن هاي نهاية التطور لمدة سنة، فرح نشوف شو رح يصير معنا. أردا جولير تطور جميل كمان، معروض على قائمة الإعارة، ممكن نودي موسم بوجود سانتانا وتوريلا هذا الموسم. وهذا أوهو شوف طلعت لها قيمة لاعب عملاء أحرار كمان تعاقدت معه، كرواتي كنيزيفيتش 24 مليون، هذا اليوم ممكن استخدمه بمبادلة، وفي مخي لاعب يمكن تكونوا شفتوه بالصورة المصغرة، فهذا اللاعب صراحة ما بعرف إذا بستخدمه بالمبادلة أو ممكن احتفظ فيه. طبعا ميريتي 33 مليون، هذا اللاعب أنا عشقته يا جماعة، هذا وسط ميدان طبعا، هذا لاعب حقيقي. لافيا وسافيتش أقل من لونا اللي طلع لي من عملاء أحرار صراحة، اللاعبين اللي طلعوا لي دفعت 4 مليون فقط للمستكشف وجاب لي لاعبين خرافيين. شوف لي نافارو، هذا نافارو إذا استمر بهذا التطور داني ألفيس جديد، حتى ستايله حلو بالملعب. شوف 29 مليون من الآن، وإذا ما قدرنا نطوره أكثر من هيك ممكن نبيعه بالأيام، ولكن أنا أتوقع له مستقبل باهر جدا. عندك هون آر بي آخر أيضا، في عندك السي بي الأوتيرو اللي حكيت لكم عنه أعلى قيمة من المدافعين. شوف بالنسبة لأكونا يا جماعة كانافارو كلنا بنحبه، بس شوف تطور خلاص وصل لمرحلة صار صعب جدا، فنحن مجبورين نبدل المدافعين، واوتيرو راح يكون عندي اساسي. بابا من اللاعبين اللي بيتطوروا 23% زاد سعره، انا جبته رخيص كثير وبريت اقل من هيك. واللاعب اللي على اليسار اللي قلت لكم ديسني، راح نسميه ديسني على اليسار، 80 ريت ال دبليو اي، ما كنت احوله لانه حسيته بهذا المكان بيتطور اكثر من انه نحوله لال بي وكذا. وبوجود نوريتش سيتي واتفورد ويست بروميتش ميدل زبرا وانديت الشامبيونشيب، خلينا نشوف مين لسه هابط. شوفوا هاي فولهام موجود، فلازم نحن نعزز صفوفنا بلاعبين اقوياء جدا. اولا الاهداف، هن بدهم لاعب حاسم بوسط الميدان، اذا ما جبته انا معرض للطرد، فانا مجبور اني اجيب لاعب حاسم صراحه. شوف هذا البند مهم جدا لازم نحققه، والا نحن مهددين بانه نطرد من النادي مثل ما شايفين. وبالبلاي ستيشن ما في مزح يا جماعه، اذا طردونا ما بنقدر نرجع للنادي ابدا. ميزانيتنا حاليا طبعا بعد ما فزنا بالدرجه الثالثه الانجليزيه 50 مليون، انفقنا شويه على العملاء الاحرار وعلى شويه هيك تجديد عقود وكذا، فضل معنا 50 مليون. فحاليا بلاعب من عنا بنقدر نعمل مبادله ونجيب نجم للفريق، فبما اني مجبور جيب وسط ميدان يكون خارق للعاده، فانا راح احاول اتعاقد مع جمال موسيالا. حبيبي يا جمال، اذا ريت 85 طبعا 21 سنة، وبيظل تراجع مستوى بابلو توري، طبعا نحن بدنا لاعب حاسم بالشامبيونشيب ريت 85 ممكن يتطور لطاقات خرافية، فجمال موسيالا راح نحاول ندفع له بين ال 105 وال 130 طبعا عن طريق المبادلة، لانه عندنا عملاء احرار قيمتهم خيالية جدا. راح اعطيهم كنيزيفيتش مثل ما شايفين 24.5 مليون، ممكن نستفاد من قيمته ونعطيهم، نحاول نعطيهم سعر تحت قيمة جمال موسيالا، أحيانا بتزبط يا جماعة. إذا اللي بده يفكر يا رب يا رب يا رب جمال موسيالا فورا مفكر يا جماعة، ما بعرف شو اللي صار صراحة، هلا أنا سمعت إنه لما يفكر ويرجع في جليتش بالموضوع، خلينا نشوف. عندنا مباراة بالدوري رح نعملها محاكاة وإن شاء الله بنفوز فيها يا رب 3-0، حلوين جدا. بدنا نشوف شو بده يحكي جمال موسيالا، هل رح يوافق ولا لا؟ عرض انتقال لروميرو طبعا ب 7 مليون، لا أكيد لا. إذا لم يتم قبول عرض جمال موسيالا بدهم 131 مليون، رح نرجع نعملهم مفاوضة. في شي صار يا جماعة، 50 دولار عم يطلبوا مني. هدي شوي
هذه شوي سرقة يا جماعة، على أول مرة صار 50 دولار. إذا عملت قبول جمال موسيالا بيكون عندي يا شباب. في شيء أنا سمعت عن هذا الجليتش صراحة، حتى ما أكذب عليكم، سمعت عن هذا الجليتش إنه أحيانا لما تعمل مبادلة ويروح يفكر ويرجع بيعطيك سعر قبول. يعني مين بيقول لا حبيبي يا جمال؟ سرقة، هاي سرقة، سرقة القرن بكرة القدم جمال موسيالا ب50 دولار. خوها عندكم يا جماعة بلاي ستيشن، هذا مو بي سي، لا حدا يقول لي شيء، بلاي ستيشن 5. وانتم بتعرفوا بلشنا من اول يوم جمال موسيالا ب50 دولار، وصل للسلساو نجم الفريق. هلا راح اعطيك كابتن، راح اعطيك الرقم اللي بدك اياه، اهلا وسهلا، ولكن راتبه عالي، راتبه اكثر من السعر اللي جبناه. ما راحت الميزانية يا شباب، الميزانية. هذا الجليتش لا حدا يستعمله يا جماعة، احنا اول مرة واخر مرة بنستعمل هذا الجليتش، ولكن كله في عيون جمال حبيبي يا جمال. دقيقة، خلينا نشوف نستوعب الموضوع، هل راح يجي بالنهاية ولا ما راح يجي؟ خذ 130، خذ 140، خذ 150، خذ 160، ولكن اهلا وسهلا بك جمال موسيالا. انا ماني مصدق جمال موسيالا بالسلساوي يا سادة. تخيل انت حاليا كسبت 130 مليون. حتى لاعب، اللاعب المبادل اللي كنت عم جرب باللاعبين، انا اعطيتهم لاعب واحد ما راح، حتى لاعب المبادل اللي كنا حاطينه اول شيء ما راح، بدلناه رونالدينيو. اذا يرحب في جمال موسيالا وحبيبي يا جمال. نعم، هلا راح تشوفوا لمسة ولد حريف بوسط الميدان. طيب يعني شو نعمل يا جماعة؟ هن قالوا لنا 50 دولار، نحن وافقنا، اهلا وسهلا بك يا للفريق، بنعطيه رقم 10، بنعطيه المدلل هذا اللي اجى. طب والله هو الزلمة تنازل عن كل شيء، اجى بدون فلوس، حسيته عملاء احرار هذا الجمال موسيالا. اهلا وسهلا بك الى اكاديمية السلساو، راح يفيدنا بالشامبيونز شيب، راح تكون ارقامه خيالية جدا. وشوفوا تأكدوا معها 50 دولار، والله بلاي ستيشن يا جماعة ما بتقدر تتحكم الميزانية ابدا، والتقييم اكيد اي بلس 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 بلس. هذا الجلتش هذا سجلوه عندكم، مستحيل. بابلو توري طبعا موجود بنفس المكان، الفرق 10 ريت بين اللاعبين. خلينا نشوف اهم شيء، الادارة هل رضت على الموضوع بعد ما تعاقدنا؟ نعم الحمد لله، قالوا لي انه انت وقعت مع لاعبين حاسمين، فزاد الرضا عني شوي، ان شاء الله مع الوقت بيزيد الرضا اكثر واكثر. طبعا حاليا بنقدر نستعمل الميزانية اللي معنا، وبنفس الوقت بنقدر نبدل اللاعبين يعني بشكل مريح، يعني بنقدر نبيع اللاعب اللي بدنا اياه، بنقدر نتحكم بالفريق اكثر. يا ولد انا لحد الان ماني مصدق انه موسيالا صار عنا بالفريق. طبعا رح نزله بدال بابلو توري، مبدئيا بابلو توري رح يكون مكان اردا جولير، لازم واحد من الكامل عنا يروح اعاره. وصراحه بابلو توري اكيد ما رح نتخلى عنه بسهوله، رح ننتظره لحتى يرجع يتطور. ولكن شوف لي طاقات جمال، ولسه ما حطينا له خطه تطوير. شوف هذا الحبيب الجمال، سرعه 81، طبعا رح نزيده بالسرعه، رح نزيده بالمهاره بالقدم الضعيفه، ونظبطه على 24. شوف ما احلاه، ما عنده مشاكل، فورا بيلعب كام، بيقول لك انا بلعب كام. طبعا ميريتي وموسيالا ولونا، هذا لسه انتم ما شفتوه، هذا حتى طويل يعني 188 سم، يعني هذا اللاعب بوسكيتس بس بشكل لسه اقوى مهاري. اذا بعد هذا الجليتش الرائع والجميل اللي راح يترخ باليوتيوب يا جماعه، مستحيل 50 دولار تجيب لاعب بسعره 130 مليون وبلاي ستيشن، يعني ما بيلعب ابدا بالملفات. فحاليا عندك ميزانيه 44 مليون. قبل ما نبلش مفاوضات وتعاقدات، عندنا مباراه مهمه جدا بالكرب او كاب، منه بتكونوا تعرفتوا على اللاعبين الجدد على الملعب الجديد اللي حطيته متوسط بسعر 30,000، يعني اقوى من الاول، ولكن ما حطيته اكثر شيء، شوي شوي لنوصل للبريمير ليج. بنفس الوقت راح تشوفوا موكوكو، راح نشوف جمال موسيالا مع بعض لاول مره ضد نيوبورت كاونتي بالكرب او كاب ان شاء الله على ملعبنا وبين جماهيرنا، تتعرفوا على تشكيلة جديدة ومنحقق انتصار أول قبل ما نكمل بالتعاقدات. هيا بنا. نعم إذا جمال موسيالا 50 دولار، صفقة القرن، صفقة ولا أي صفقة، هنا بمباراة كبيرة سيكون السلساو أمام نيوبورت كاونتي في ملعب جديد. شوفوا الملعب وشوفوا الشباك وشوفوا الأجواء، رائعة جدا هذا الملعب، اخترنا للسلساو وهيا بنا. يلا يا رب. موكوكو طبعا بيلي الفريق، جلاد الفريق، اعطونا اسماءكم. هذا جمال حبيبنا جمال، هذا خلص حبيبنا جمال من هلا ورايح، حبيبي يا جمال. طبعا شوفوا اليسار واليمين راح تشوفوهم كمان بتطور خرافي جدا. ميريتي هذا عجبني جدا جدا، فيراتي الفريق، وكره اماميه روميرو، اول الكرات للسلساو جمال ولونا. رونالدينيو انت تبقى الاصل يا رونالدينيو، انت الافضل مهما اتينا بنجوم انت الافضل. جمال شوفوا لي هذا اليسار الخرافي جدا، ديفيز
اما انت يا ولدي لاعب رائع جدا، ديسني راح نسميه طبعا اسمه الاول اسهل من اسمه الثاني، كره لميريتي، ميريتي يحاول، ميريتي تمريره، محاوله للسلساو لتسجيل اول الاهداف، جمال 1 2 3 في اليمين رائع، عادت جميله لم تصل لموكوكو، اذا وصلت لموكوكو سجل يا سكور 1-0. لونا يا لونا نظم اللعب يا لونا، رائع جدا انت يا لونا، وكره في اليمين رائعه وجميله داخل منطقه الجزاء، فرصه اول الاهداف للسلساو ومريا كره روميرو رائع. شايفين القوه بعرض الميدان، شوفوا لي لونا شوفوا لي، خلاص هذا مطار، هذا مطار الفريق، هذا راح نسميه المطار يا جماعه، وين ما رحت بالملعب بتشوفوا بيقطع الكرات. لونا تقدم، تمريره لجمال حبيبي يا جمال، لونا 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 مطار الفريق، يستقبل الطائرات والكرات وكل شيء يجب ان يعمل من هذا المطار. كرة حول منطقة الجزاء جميلة جدا، جمال موسيالا للونا، لونا يحاول، لونا يمرر في ناحية اليسرى لرونالدينيو، رونالدينيو أمل لها غير الفنان، صانع الألحان، ملك المهارات، ملك اللمسة، سيد اللمسة، سيد لمسة كرة القدم، وضعها جميلة رائعة مباشرة نحو المرمى، بوم 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 بوم. يا جماعة فريق نصار خرافي جدا، هاتوا البريمير ليج، هاتوا البريمير ليج. روميرو روميرو اسا انتم ما شفتوا موكوكو جلاد الفريق، موكوكو يستلم وكرة محاولة تمويه من ميريتي، ميريتي للونا، لونا ما اجمل لونا، لونا يتقدم، روميرو يحاول، يمر روميرو داخل منطقة الجزاء وموكوكو بلا الفريق يا جماعة، موكوكو راح يكون جلاد الفريق. جرب مبامبا مكان أكونا، لحد الآن على أرض الميدان ما جربته، ولكن هو من اللاعبين اللي بيتطوروا بشكل خرافي. كرة خطيرة، أوهو يبدو بأن هذا مبامبا عالم آخر، قطعها منذ البداية، جمال موسيالا، موكوكو روميرو راحت يا روميرو، لكن الفريق ما زال يقاتل، لاعبتنا قوية يا جماعة. يلا يا ديسني، ديسني معه أصفر وقاعد عم يشيل باللاعبين، هذا وحش الفريق، خلص ديسني وحش الفريق. دفاع الهجومي، كرة ومحاولة، فرصة للعبور لكن أوتيرو مرتدة، محاولة مبامبا أساسي من الآن فصاعدا، مبامبا جميل حتى هجومي الفولياء، والآن وحش الفريق ديسني قطعها ومررها لرونالدينيو، رونالدينيو في مرتدة، جمال موسيالا ينطلق خلف المدافعين، رونالدينيو حطها بالمسطرة والقلم، خطيرة موكوكو حبيت مرة يا جماعة، أنا آسف. وصل الكرة والدفاع مبامبا، لا مبامبا وهذا العملاء الأحرار اللي طلع لنا راح يلعبوا أساسيين خرافيين مع بعض، راح جمال، رونالدينيو حطها لجمال، جمال لموكوكو، موكوكو أين أنت يا موكوكو؟ إلى جمال أوفسايد، آخر كرة وآخر هجمة، احذروا احذروا من المباغتة، لدينا نافارو والسلساو بأمان بتشكيلة نارية نحو البريمير ليج بإذن الله. راح حول جمال موسيالا من سي إم لكام، على ما أعتقد بيصير بيتطور أكثر وراح يفيدنا أكثر، وطبعاً بعد ما يتحول لكام راح نزيد له حركة المهارة والقدم الضعيفة إلى 5-5. صراحة أوتيرو ومبامبا مع بعض عملوا شغل كبير، ونحن موجود عندنا لسه أكونا موجود لاعب ثالث، فعندنا ثلاث مدافعين، هن مقبولين ما لهم توب، ولكن أعتقد في تطور كبير راح يكون لمبامبا. إذا بعت لاعب آخر من عملاء أحرار بمليونين، فميزانيته حاليا 45 مليون، راح أبعت ميلو كإعارة لمدة موسم ممكن، راح يروح لأياكس ويرجع لنا، ممكن يرجع بطاقات حلوة أو يرجع ونبيعه، لأنه لحد الآن ما في تطور رهيب من ميلوت. صراحة ممكن نستفاد من سعر كانافارو ونلو داعم من الفريق، ولكن أنا حابب لسه أتركه لنهاية الموسم، كمان ممكن يتطور له حبة. موكوكو من هلا عم يجي عروض ب 70 مليون فبنرفض أكيد. روث الشمال بفيدنا كبديل، ما راح نبيعه مبدئيا. طبعا في لاعب عملاء أحرار آخر إجا عرض ب 2.5 مليون، ممكن نجيب في مليون زيادة بس يلا مسامحين فيها، سوريا اسمه في ميلوت، عرض طبعا مثل ما شايفين إعارة لمدة سنة بدون شراء، فبنقبل العرض وبيروح ميلوت لمدة سنة. إذا موسيالا تغير لكام ولنشوف بوبو أربع أسابيع بيوصل 89، صار 88 يا جماعة، غيرنا له مركز وصار 88، أنا أول ما اشتريته انتبهت إنه كاتبين كانوا 88 إذا بتغيروا لكام، فحاليا اربع اسابيع بيوصل 89، خلص صار عندنا نجم خيالي جدا، بس انا ما بدي هاي الخطه، بدي خلي تزيد المهاره عنده 5 نجوم، فبدي دربه على خطه 8 اسابيع بس مشان الخمسه مهاره وبعدين بنغير. لافيا ايضا اجى عرض اعاره ممتاز، صراحه انا شايف انه ممكن نخلي 49 مليون لنهايه الموسم
ونستفاد من الفلوس اللي تجينا لانه جاينا بريمير ليج ولازمنا نجيب لاعبين كبار. فانا شايف تشكيلتنا ممكن حتى تتطور ممكن نخلي لاعبين نفسهم حتى ولو قلوب الدفاع ممكن لهالشيء، ولكن انا شايف اوتيرو بيتطور ومبامبا بيتطور، راح احاول احطه اساسي محل اكونا. موكوكو 81 وصل، موسيالا مثل ما شفت 88 بطريقه لل 99 و5 مهاره، هارس 86 وفي لاعب اقوى منك صار مهم العب. لونا اخذ الكابتن بدون ما اعطيها، مع انه هو صراحه انا قلت انه بدي اعطي الكابتن والله لحاله، 19 سنه مايسترو الفريق محور الارض. طبعا اليمين واليسار حدث ولا حرج، ديسني وحش الفريق وصل وصل ل 80 ريت. اذا لافيا راح يعاره، راح يرجع لنا بعد سنتين ان شاء الله يكون مطور لانه سي دي ام بيتطور باللعبه. نمشي شهر ونشوف وضع الفريق، انا عندي ثقه باللاعبين، عندي ثقه انه قادرين ان شاء الله نوصل للبريمير ليج. خلينا نمشي هذا الشهر ونشوف قوه التشكيله، هل فعلا بنقدر نطلع فيها على البريمير ليج، ونشوف طبعا التطور وان شاء الله انتصارات. التعادل الاول فوز على تشارلتون، ان شاء الله فوز ثاني بنجيب 7 نقاط، حلو ممتاز جدا 7 نقاط 3 مباريات باذن الله. باذن الله هذا الفريق قادر وراح تشوفوا تطور رهيب ونوصل للبريمير ليج. حلو 3 انتصارات وتعادل باول شيء. خلينا نشوف وضع الدوري، نحن مركز ثالث حاليا، ما لنا قادرين نتاهل مباشره ولكن لساتنا بالجوله العاشره. نوريتش 20 نقطه، واتفورد 21 على بعد نقطه واحده من التاهل للبريمير ليج وما زلنا بالبدايه. خلينا نشوف تطور اللاعبين شوي. هارد 87، موسيالا 89 وصار 5 مهارات، كاملين بشهر ثاني ومحاوله للوصول للبريمير ليج بالسلساو وبأسماء كبيرة. تعادل، بلشنا الشهر بتعادل، بعدين انتصرنا على ويست بروميتش، مباراة صعبة ضد ستوك ممكن نخسر فيها ولكن الفوز مهم، فوز 2-1 حلوين جدا حلوين. انا متشوق لاشوف ارقام موكوكو وارقام رونالدينيو وجمال. نعم اذا حبيبنا يا جمال. اذا شهر اخر وتطور لموكوكو، زائد 1 صار زائد 82، موسيالا ما زال 89، هارس 87، وما شايف تطور للاعبين اخرين. خلينا نشوف الارقام، ايثان روميرو 5 اهداف و2 اسيست من 16 مباراة عم يساهم بشكل حلو، رونالدينيو 8 اهداف و2 اسيست وزائد 1 ريد ومستمر ولسه عمره 18 سنة يا ولد، هذا باذن الله راح نوصل 99. جمال يا جمال، لنشوف تطور جمال، هل لسه مش اوبوبو وغير لي الخطة بيقول لك بتطور اسرع، هداف الظل حتى نطوره ب9 اسابيع لل 90 وتزيد سرعته اكثر واكثر. لوتوري لعب 10 مباريات ممتاز جدا، هذا اللي بدنا اياه انه يساهم، هدف و3 اسيست من بابلو زائد 1 ريد. شوف التطور، شايفين انه انا فعلا كنت على حق. طبعا بالنسبه لموكوكو شارك ب 17 مباراه سجل 7 وصنع هدف، اذا شهر اخر مليء بالمباريات، فوز اول وباذن الله مكملين تطورنا، صار هجوم بريمير ليج وانا متحمس لهالتشكيله بالبريمير ليج مع لمسات دفاعيه باذن الله. 4 نقاط من اول مباراتين، ضل عنا 3 مباريات بالشهر وان شاء الله مع اوكسفورد يونايتد بنفوز. نعم 3-1، مباراة أخرى 4-2 ومستمرين بانتصارات وبدون خسارة إن شاء الله بهذا الشهر. نعم بدون أي خسارة بتعادل واحد. أوه ناقف رونالدينيو ب 18 سنة 88 ريت يا سادة. موسيالا بس أنا بدي أجربه بالبريمير ليج ضد السيتي وضد المان يونايتد وضد الفرق. موسيالا طبعا كمان وصل ل 90 ريت، كوكو 82 والباقي ما في تطور ملحوظ. ميريتي ممكن 81 واليسار اللي عندنا واليميني 80 81. موكوكو 10 اهداف و3 اسيست ب 22 مباراة، هارس 12-3 الاكثر تسجيلا، احنا بصدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن فولهام اللي لسه عنده مباراة ممكن ينزل الفارق لنقطة، فما زال لسه الدوري بمنتصفه ممكن نعاني بالنهايات. اذا شهر اخر وفولهام نوريتش، شهر صعب، فزنا على فولهام، تعادلنا مع نوريتش، فزنا على فولهام كان مهم جدا جدا بهذا الشهر لانه كان هو اللي عم يلاحقنا. فمثل ما شايفين 3 انتصارات وتعادلين، تعادل منهم مع نوريتش كان صعب المباراة عادي جدا منطقي، وهنا تعادل اخير. الترتيب ما زلنا بالصدارة بفارق نقطتين عن فولهام، شيفيلد بعيد 6 نقاط، فهيك نحن شبه ضمننا التأهل للبريمير ليج اذا استمرينا بنفس الاداء. كوكو 12 هدف و4 اسيست مستمر، روميرو 9-3 عم يساهم صراحة وعم يلعب مباريات كثير، 13-6 لرونالدينيو. جمال موسيالا 8 اهداف و1 اسيست وما زال عم يزيد، هارست كل ما بتغير له خطة التطور كل ما بيتطور اكثر، فعم نشتغل عليه بشكل حلو. 12 اسبوع
89. إذا بعد 33 جولة إصابة لهارست، ما بعرف إذا كانت خطيرة، 2 أسابيع الحمد لله، أسبوعين فقط رح يغيب، ممكن شوي توقف وتطور، ولكن بإذن الله بيرجع للملعب. وموسيالا إذا حطيت له دينامو واحد أسبوع بيصير 91. لا لا لا، جاي جاي مايسترو البريمير ليج قادم. موكوكو صار 84، خلينا نشوف خطة تطوير جديدة كمان. إذا حان وقت إنه نجرب الفريق ونشوفه ضد فرق البريمير ليج كيف بيكون، وشرط إنه نفوز بكأس الإمارات مهم جدا لحتى يكون رضا الإدارة قوي. فمباراة صعبة مهمة جدا للتأهل. طبعا بالدوري نحن ما زلنا بأمان، متساويين بالنقاط مع فولهام، والمركز الثاني بعيد 5 نقاط، وبقي القليل إن شاء الله نطلع للبريمير ليج بقوة لاعبتنا. طبعا رح نلعب 44 جولة، لسه في 7 جولات فقط. كوكو ب 39 مباراة 16 هدف و4 أسيست، روميرو 9-6، ورونالدينيو 14-7. طبعا الإصابة شوي أثرت. جمال 13-3، وبابلو توري 2-3. فإذا مباراة مهمة جدا وصعبة جدا ضد ويست هام بدون أي غيابات، بهارتس 89، بموسيالا 91، بموكوكو 84، فلنطلع. نعم عليكم التسجيل، عليكم الانتصار، هكذا يقول تيد لاسو الذي تغير وأصبح يفهم في كرة القدم. خف علينا يا تيد لاسو. نعم اذا اول مباراة ضد فريق من البريمير ليج، يا جمال يا مطور، مباراة في كأس الإمارات مهمة جدا يا سلساو. اول لمسة واول تقدم واول كرة لي موكوكو، الارقام موكوكو، الاهداف حطها رونالدينيو موكوكو. تيكي تاكا تيكي تاكا، موكوكو الجلاد الجديد، موكوكو بيلي الفريق الجديد، وحبيبي يا جمال على هذا الاسيست الرائع. رونالدينيو ايضا كان له الكلمة الكبرى في هذه اللمسة ما قبل الاخيرة، جولاسو. اذا واخيرا انتهى الدوري ونحن بالصدارة، 100 ونقطتين، والف مبروك الصعود للبريمير ليج. فولهام 94، شيفيلد 92، راح يلعبوا بلاي اوف، شيفيلد واتفورد ميدل زبرا وبريستون. التطور الاخير للاعبين قبل البريمير ليج، 28 هدف و4 اسيست لموكوكو اللي وصل لطاقات 86 بهذا الموسم، هوفمان هدفين، سكارلت 3-2، هدول بدلاء، روميرو 11-9 وصار 79 ريت، لازم تطور اسرع يا روميرو. هارست رونالدينيو 15 هدف و7 اسيست و89 طاقات بالرغم من الاصابه وما زال عمره 19 سنه يا ولد. سيالا 92 ختم كره القدم، 21 هدف و4 اسيست. طبعا الهداف سرق من موكوكو بفارق هدف، مكوامي من واتفورد 26، موكوكو 25، وعنا موسيالا 20 هدف. طبعا وبصناعة الألعاب عنا هارس 7 صناعات رونالدينيو. أخيرا وصلنا للبريمير ليج، رح نلعب كل مباراة، رح نطورهم شوي شوي، رح نعوض الأماكن اللي فيها ثغرات ونحاول نجيب نتائج إيجابية ومعركة بكل مباراة رح تكون وصعبة جدا على فريقنا الناقص دفاعيا. رح نشوف حاليا الميزانية اللي رح يعطونا إياها. ميزانيتنا بالموسم الجديد 119 مليون، بالنسبة للبريمير ليج أنا شايفها قليلة، ولكن عنا طبعا الكشافين رح يجيبونا عملاء أحرار، وإن شاء الله تكون طاقاتهم قوية مثل ما شايفين هون. في عندك قسم بيجيك فيه لاعبين خرافيين جدا، فدعونا يطلعنا لاعبين أقوياء إن شاء الله. بنفس الوقت هاي التشكيلة قدامكم، عندك أوتيرو وصل لطاقات 80 هذا المدافع، فعلا ما أعتقد ناقصنا مدافع قوي، أنا شايف التشكيلة بدها مدافع قوي. أنتوا شوفوا وين لازم نتعاقد مع لاعب، مين اللاعبين اللي تقترحوا لي إياهم، رح جيبهم إن شاء الله بالحلقة القادمة مع البحث عن لاعبين بعملاء احرار. اوهو موريرا بعدناها الاعاره، وصل طاقات 80 يا جماعه، جاينا لاعب 80 ال دبليو، ممكن نتركه موسم ثاني وممكن نرجعه، اكتبوا لي كمان تعليقات. فيرجسون رجع بطاقات 69، ممكن نرجع نضيفه للاعاره، وعندك انتوي رجع بطاقات 74، كمان ممكن اعاره وممكن نبيعه صراحه، ما راح يتطور اكثر. طبعا اصلا حارس كمان قوي لا ننسى، ابراهيم ما راح يقدر ينافس بالبريمير ليج. نعم الفلوس الحرام اللي جبناها موسيالا 177 مليون قيمته، يعني انا ممكن بيعه هلا وجيب تشكيله كامله، فوصل لطاقات 92 وممكن يوصل لطاقات 93. هارس وصل ل 124 مليون، يا هارس 19 سنة راح يوصل 90 بإذن الله بالقريب العاجل. كارلت بينفع بديل لحد الآن، بس ما بعرف يعني صراحة ما بعرف إذا راح يتطور أكثر من هيك بكثير ولا بنبعته إعارة، اكتبوا لي كمان تعليقات شو نسوي فيه. موكوكو 109 مليون، 86 ريت هذا الجلاد، وبنفس الوقت لازم ننوع له بخطط التطور. فلا هون خلينا ننهي الحلقة ونبلش بأسلوب جديد إن شاء الله من الحلقة القادمة، بأنه نلعب كل المباريات، خلص فريقنا جاهز، بس لازم نجيب مدافع
ونجلد بالبريمير ليج او ننجلد يعني شوي، وراح نلعب طبعا على كاس الامارات كرم وكاب، راح نلعب كل شيء. ودوم توم بألف خير.